بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الـ Reflexive Access Control List. الموضوع ده هو موضوع مهم بالنسبة للناس اللي بتدرس CCNA أو أي شهادات أعلى من كده بما في ذلك CCNP أو حتى شهادات السكيورتي. وطبعا هو أساسي في شهادة زي شهادة CCIE Security أو CCIE حتى Routing and Switching مقرر عليهم. تعال الأول نشوف نخش في الموضوع بسرعة ونشوف إيه هو الـ Reflexive Access Control List وهتعمل إيه أو هتفيدني في إيه في موضوع في النتورك بتاعتي وفي موضوع حماية النتورك بتاعتي. الأول نتعرف على اللاب نشوف شكله إيه. اللاب النهاردة إن شاء الله هيكون بالشكل ده. هيكون لاب بسيط جدا، عندي شبكة داخلية بيمثلها جهاز واحد اللي هو الانترنال ده، وده الراوتر بتاعي اللي موصلني على الشبكة الخارجية اللي هي الانترنت بيمثلها جهاز اللي هو في الفيرشوال ماشينز اللي هو الويب سيرفر ده. يبقى عندي جهازين اللي هو الانترنال وعندي جهاز الخارجي اللي هو الايه اللي هو الويب سيرفر. طيب ايه بقى الموضوع الريفلكسيف اكس كنترول ليست وبتعمل لي ايه وفادتني في ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان موضوع ان الاكسس كنترول ليست عموما دايما هي مشاكلها انها وان دايركشن او يوني دايركشنال. يعني ايه وان دايركشنال او يوني دايركشنال؟ الاكسس ليست بتكون بتقلو الترافيك في اتجاه واحد بس. يعني لو عملت مثلا بيرميت للترافيك من جهاز الانترنال ده للاكسترنال، عملت له الاو اكسس لبره، ده هيعمل الاو للترافيك في اتجاه واحد بس، ان هو عمل له الاو من جوه لبره. لكن الترافيك اللي راجع من بره هيجي هنا عند الراوتر ده ويعمل لي مشكلة. يا اما الراوتر هيعمل له بلوك، يا اما انا هكون مضطر ان انا افتح كل البورتات عندي او اعمل allow all، اعمل permit all permit any عشان allow كل الترافيك اللي جاي من بره ده انه يوصل للشبكة بتاعتي اللي جوه. فطبعا لو عملت كده انا كده يبقى عملت ايه؟ كده يبقى عملت ثغرة، مش ثغرة بقى، انا كده عملت خندق، عملت كهف في الفيرول بتاعي كده. تقريبا الفيرول ملوش لازم. تعال بس نشوف هنا في رسمه بسيطه كده، نشوف الايه، نمثل الموضوع ببساطه وبالراحه عشان نعرف بالظبط الريفلكسيف اكس كنترول ليست اهميتها ايه وفادتني في ايه. طيب همثل مثلا شبكه بسيطه كده، اقول مثلا ادا زي نفس الرسمه اللي فاتت. انا مثلا الراوتر بتاعي اهو، وده الشبكة الخارجية. مثلا في مثلا ويب سيرفر، انا عامل allow للكلاينتس اللي عندي في الشبكة هوم. انا عندي كلاينت اهو، عامل له allow، عامل allow للنتورك دي انها تاكسس ايه، تاكسس الانترنت من خلال الراوتر ده. الراوتر ده شغال بمثابة فايروول، يعني المفروض ان اصلا الفايروول بيعمل بلوك لاي ترافيك جاي من بره. ماشي. طيب تعال نشوف لو الكلاينت ده حبي اكسس الويب سيرفر ده ايه اللي بيحصل بالظبط. هنشوف مثلا هنا الكلاينت ده سي مثلا، هنطبق على نفس اللاب اللي عندنا. عندي اللاب زي ما انت شايف، الجهاز الانترنال الاي بي بتاعه 10.0.0.2 والديفولت جيت واي بتاعه اللي هو اي بي راوتر 10.0.0.1. كذلك الويب سيرفر ده الاي بي بتاعه 20.0.0.2 والديفولت جيت واي بتاعه هو الراوتر 20.0.0.1. ده بس كايه، كحاجه مبسطه عشان نوضح اللاب ده. طيب انا عندي الكلاينت ده، عندي الكلاينت ده عاوز اكسس الويب سيرفر ده. ماشي. طبعا انا هنا على الانترفيس الخارجي بتاع الراوتر ده اللي هنا عامل اكسس ليست بتقلاو اني، عامل allow any to any، يعني عامل allow للناس الانترنال اللي هم يكسسوا الايه، يكسسوا الشبكه الخارجيه اللي هي الانترنت. طيب فين برضو المشكله؟ لسه ما شفناهاش. طيب الراجل ده هيعمل باكيت، هيبعت فيها ريكوست للايه، ال HTTP سيرفر ده. الباكت دي فيها ادا الداتا او الريكوست اللي هو طالبه، الريكوست بتاعه. ماشي. هنا السورس بورت بتاعه اي رقم مثلا سي مثلا بورت نمبر 2000. الديستنيشن بورت بتاع ال HTTP سيرفر هيكون كام؟ هيكون 80. وهنا السورس اي بي بتاعه اللي هو مثلا 10.0.0.2، هنقول مثلا نسميه ايه، اكس للتسهيل.
والديستنيشن اي بي بتاع السيرفر اللي هو كام، بتاع الويب سيرفر ده اللي هو 20002، هنسميه برضو واي للتسهيل. خلاص، ويبعت الباكت دي فين؟ اتجاه السيرفر ده. الباكت هتوصل هنا عند الراوتر ده. طبعا الراوتر بما ان انا عامل اكسس ليست بتالاو اني، هيلاقي السورس اكس والديستنيشن واي، هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها الاو. المهم الباكت وصلت فين؟ وصلت السيرفر ده. طيب السيرفر شاف الطلب اللي في الباكت اتش تي بي ريكوست جيت، المهم شاف الكلاينت عايز ايه، فبيريبلاي. بيريبلاي على مين؟ بيريبلاي على الكلاينت. السيرفر ده هيعمل باكت تانية خالص، هيكون واحدة تانية خالص طبعا بكل حاجة ايه معكوسة. يعني هنا هيحط لي هنا الداتا، هنا الريبلاي بقى اللي بعته للكلاينت، خد بالك، وهنا هيحط لي السورس بورت بتاعه كام؟ 80، زي ما قلت لك هيعكس كل حاجة. والديستنيشن بورت كام؟ اللي هو بتاع الكلاينت اللي طالع بيه كام؟ 2000 مثلا. والسورس اي بي بتاعه اللي هو واي، والديستنيشن اي بي اللي هو كام؟ اللي هو اكس. ويبتدي يبعت الباكت دي فين؟ اتجاه مين؟ اتجاه الكلاينت. الباكت هتوصل الاكسترنال انترفيس الخارجي بتاع الراوتر. الراوتر هيعمل تشيك على الاكسس ليست اللي هي اللي ابلايد ان. المفروض ان انا اصلا كنتورك ادمن انا عامل بلوك لاي ترافيك جاي من الاكسترنال داخل فين؟ داخل على النتورك، تمام. هيبتدي يطبق الاكسس ليست، مش هيلاقي طبعا في اكسس ليست بتالاو الترافيك اللي بالشكل ده، مفيش اكسس ليست عنده بتعمل الاو للترافيك من سورس اي بي واي لديستنيشن اي بي داخل النتورك عنده، وبالتالي هيعمل ايه؟ هيعمل بلوك، او هيعمل ديسكارد الايه للترافيك اللي جاي من بره ده. هنا بقى في الموضوع ده نفعني موضوع الريفلكسيف اكسس كنترول ليست. طبعا هتقول لي ما في الاستابليش. الاستابليش انت عارف ان الاستابليش شغاله مع ايه؟ شغاله مع التي سي بي بس. يعني الاستابليش ده قايمه فكرتها على ان طالما مثلا انه اتعمل ان اتفتح تي سي بي سيشن، خلاص الاو الريبلاي ترافيك. لكن طب افرض ان عندي ترافيك مثلا نيو دي بي، او عندي اي سي ام بي، او عندي اي ترافيك تاني، ايه هيكون ايه الحل فيه؟ هنا الاستابليش مش هتنفعني. الريفلكسيف اكسس كنترول ليست هي اللي هتنفعني في الموضوع ده. طيب ايه فكره الريفلكسيف اكسس كنترول ليست؟ من اسمها كده ريفلكسيف، انها ايه؟ انها عكسيه. ازاي الكلام ده؟ ركز معايا. الراوتر ده انا هكريت عليه اكسس ليست، هنا اقول له ايه؟ اقول له allow any او permit any، تمام. طيب اول ما اقول له في الكونديشن بتاع الاكسس ليست ده اقول له reflect، ساعتها هيعمل ايه؟ مجرد ما ترافيك يماتش الاكسس ليست دي، هو اوتوماتيكالي هيكريت اكسس ليست تانيه، تمام. هيكريت اكسس ليست تانيه بس بنفس الاي بيهات ونفس البورتات بس معكوس، عشان يقلاو الريبلاي ترافيك. خلاص، يبقى عشان كده سموها ريفلكسيف اكسس كنترول ليست. يبقى الراوتر ده جاست انه يجيله اي بي من جوه طالع بره ويديله قلاو ويماتش الاكسس ليست دي، يماتش اصلا الاكسس ليست الاصليه اللي هي اصلا بتسمح للترافيك انه يطلع من جوه لبره، ان انا بسمح الناس اللي عندي انهم يكسسوا الانترنت. فمجرد ما اي اي بي يوافق اي بي خارجي، وطبعا انا في الحاله العاديه ممكن تقول لي طب انا ممكن اعمل اكسس ليست مثلا تقلاو اي بي معين او ويب سيرفر معين. طب افرض ان عندك وده فاتح جوجل وده فاتح الياهو وده فاتح الفيسبوك، هتقلاو ايه ولا ايه؟ كده مش هينفع. فانا عاوزه يقلاو اكسترنال اي بي معين، وفي حاله الريبلاي بس، وفي وقت معين. فهنا هتنفعني عمليه الايه؟ عمليه الريفلكسيف اكسس كنترول ليست. يبقى الخطوات كالتالي، او اللي هنعمله كالتالي، هنقول مثلا لو ناخدهم بالترتيب كده، هنقول انا اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل اوت باوند اكسس كنترول ليست بتقلاو الترافيك من الانترنال للاكسترنال. زي مثلا هسميها الاو اوت، ادي اول واحده هعملها. خلاص، وانا بعملها واثناء ما انا بعملها هظبطها بحاجه اسمها ريفلكت. الريفلكت هيخليها تعمل ايه؟ هيخلي الراوتر يكريت اكسس ليست تانية. طبعا انا هكون بديله اسمها، هوريك الكلام ده حالا. زي مثلا هقول له كريت الاكسس ليست اسمها allow reply. طبعا خلي بالك ان الريفلكسيف اكسس كنترول ليست قايمه على النيمد اكسس ليست،
يعني مش هستعمل الستاندرد ولا الاكستند، هستعمل النيمد اكسس كنترول ليست. تمام كده؟ يبقى انا هعمل اكسس ليست عاديه جدا، نيمد اكسس ليست، اللي هي تعمل الاو للترافيك منين؟ من الانترنال الاكسترن. واثناء ما انا بعمل الكونديشنز بتاعتها هعملها ايه؟ هظبط فيها حاجه اسمها الريفلكت، بحيث ان الراوتر اوتوماتيكالي يكاري اكسس ليست ثانيه، يكاريتها اوتوماتيكالي دايناميكالي، ولها وقت معين هتكون موجوده فيه، هيكون اسمها باللي انا هديهوله. انا هدي له اسم زي ما احنا عاملين في المثال عندنا، كاتبين ايه؟ كاتبين allow reply، بحيث ان انا ان الراوتر هيكاري اكسس ليست اسمها allow reply بعكس الايبهات وعكس البورتات، لان يعني الترافيك اللي جاي من بره هيكون معكوس زي ما احنا شفنا كده، هيكون ايبهاته معكوسه والبورتاته ايه؟ معكوسه على عكس اللي كان طالع من جوه. تمام كده؟ طيب الاكسس ليست الثانيه دي هي بتطبق اوتوماتيك ولا تطبيقها شكله ايه؟ هقول لك تطبيقها شكله ايه. انا هيكون عندي الاكسس ليست اصلا اللي هي بتديناي الترافيك اللي جاي من بره، زي مثلا هسميها ديناي ان. خلي بالك من الجزء ده لان ده يعتبر اهم جزء في الموضوع. الاكسس ليست دي اللي هي بتديناي ان، اللي هي هتبلوك اصلا الترافيك اللي جاي من بره. طبعا انا هعملها ومش هكتب فيها حاجه، مش هكتب فيها اي باي ايه اي كونديشنز. طبعا انت عارف باي ديفولت ان لو ما كتبتش فيها اي كونديشنز هي هتعمل deny any. خلاص هقول للاكسس ليست دي انها تستخدم الكونديشنز الموجوده في الاكسس ليست دي. ان وجدت، يعني انا هقول للاكسس ليست دي، خلاص هقول له evaluate او استخدم الكونديشنز الموجوده في اكسس ليست اسمها كذا. فبالتالي لو فيه ترافيك طالع من هنا طالع بره هيتكريت اكسس ليست اسمها allow reply بايبهات وبورتات معكوس. الترافيك وهو راجع هيقابل الاكسس ليست اللي هي دي، هيطبق فيها الكونديشن زي انهي اللي هي موجوده جوه ال allow reply دي. تاني ولا كده لخبطت؟ طيب نعيد من تاني ونوضح من تاني. انا زي ما قلنا الاول هنعمل اكسس ليست اللي هي بتالاو الترافيك من الانترنال، هاجي على الانترفيس ده واعمل اكسس ليست بتالاو الترافيك من الانترنال لاكسترن، واعرف الراوتر ان الترافيك ده ريفلكتيف، يعني ايه؟ يعني الترافيك ده هيكون له رد او هيكون له ريبلاي، وبالتالي الراوتر دايناميكالي هيكاري اكسس ليست انا هحددها له وحدد له اسمها، وبناء عليه هو هيكاري الاكسس ليست دي دايناميكالي. بس طبعا مش هيطبقها، انت عارف ان الاكسس ليست ممكن تتكاري وما تطبقش. هو هيكاري الاكسس ليست وهيسيبها اسمها زي ما انا هقول له مثلا allow reply وبايبهات وبورتات معكوسه للترافيك اللي هيماتش انه للترافيك اللي هيماتش الاكسس ليست الاولانيه. تمام كده؟ تمام. وبعد كده اعمل الاكسس ليست اللي هتديناي الترافيك او اللي هتبلوك الترافيك اللي جاي من بره، واعرف الاكسس ليست دي انها تستخدم ان الكونديشنز بتاعتها هي نفس الكونديشنز اللي موجوده في الاكسس ليست اللي هي كرييتد دايناميكالي واللي انا عارف اسمها اللي اسمها allow reply. طبعا لو الكلاينت ما كانش عامل كونكشن اصلا من الاول ما كانتش دي هتتكريت، لان دي مش هتتكريت، allow reply دي مش هتتكريت اصلا الا اذا في كلاينت عندي من جوه عمل كونكشن بره، وبالتالي هتتكريت دايناميكالي جاست ان ترافيك يماتش الترافيك، جاست ان ترافيك يماتش ايه؟ يماتش الاكسس ليست الاولانيه اللي هي ايه؟ اللي هي allow او الدي. خلاص؟ لان مجرد ان الترافيك بتاع الكلاينت ده عمل ماتشنج مع اول اكسس ليست كده انا بقى عندي اي بي، اي بيهات محدده وبورتات محدده، غير ما انا مثلا عاوز ابلوك، غير ما انا مثلا عاوز اقلو ترافيك معين من سيرفرات معينه. انا عندي زي ما قلت لك الانترنت هقلو ايه ولا ايه، لكن طالما كلاينت عندي عمل كونكشن مثلا مع جوجل دوت كوم كده هو كونكتد باي بي معين على بورت معين، كده بقى عندي الراوتر عارف الاي بي ده واي بي ده والبورت ده والبورت هنا والبورت هنا، كده يقدر يعمل لهم ايه؟ يقدر يعمل لهم ريفلكسيف اكسس ليست او اكسس ليست عكسيه بيكريتها دايناميكالي، انا بكون محدد له اسمها اهي، والاكسس ليست اللي هتقلاه او اللي هتستقبل الترافيك اللي جاي من بره اللي هي الاكسس ليست الان هعرفها انها تستخدم ايه؟ هعرفها انها تستخدم الكونديشنز الموجوده في اكسس ليست اسمها allow reply.
طب لو ما فيش اكسس لسه اسمها الاو ريبلاي موجود، ما لقاهاش موجوده، يبقى معنى كده ان ما فيش ترافيك اصلا طلع من جوه، وان الريكوست اللي جاي ده جاي كونكشن بادئ من بره، ما هوش ريبلاي، لانه لو كان كونكشن طلع من جوه كان الراوتر كاريت اكسس لسه اسمها الاو ريبلاي، وكان الديناي ان اكسس لس كانت هتستخدمها، وكانت هتسمح للترافيك ان هو يعمل ايه، ان هو يمر. طيب ما تيجي نشوف الموضوع ده عملي، يمكن يبان اكتر. انا حاسس ملخبط شويه بس ممكن يبان اكتر. طيب نيجي على ايه، نيجي على الراوتر اهو، على التوبولوجي بتاعنا اهو. تعالى ندخل على الراوتر نعمل له الكونفيجريشن. هنقول انيبل، طبعا انا كتبت كوماند غلط، ايوه هيفتكر ان ده اسم الراوتر انا بحاول اتلنت عليه. ماشي خلاص يا عم، في كوماند اسمه نو اي بي دومين لوك اب عشان يوقف لي الخاصية دي. نو اي بي دومين لوك اب، ايوه ده بعيد عن الموضوع ده، عشان بس كتبت كوماند غلط، فهو فكر ان ده اسم راوتر انا عايز اكونكت عليه، فهو عايز يعمله نيم ريزوليوشن، ما هو ما فهمش ان ده اسم، ده اسم غلط. فلما بقول له الامر ده كده بقى، لو كتبت اي كوماند غلط خلاص مش هيقول لي ده انفاليد كوماند. المهم نرجع للموضوع، اي بي اكسس، اي بي اكسس ليست، اكستندد اسميها ايه بقى؟ احنا بنكريت فين دلوقتي؟ بنكريت اول اكسس ليست هنا اللي هي تالاو الترافيك من هنا لهنا، زي ما قلنا هنسميها ايه؟ هنسميها مثلا الاو اوت، اقول له الاو اوت، ادي كده ايه؟ بعد كده اول اكسس ليست كريتناها اللي هي تالاو الترافيك من جوه لبره، تمام كده. طبعا زي ما انت شايف هي نيمد اكسس ليست واسمها ايه، اسمها الاو اوت، تمام. فاضل ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل الكونديشنز اللي جوه. هقول له ايه، هقول له بيرميت زي مثلا اي بي اني اني، انا كده بقى لو الناس اللي جوه انها كونكت على اي حاجه بره. طبعا انت لو عايز تقفلها على بروتوكول معين براحتك، ماشي. انا بقى يهمني الجزء الجاي، شايف الكلمة دي reflect، هو كملها لي اهو، reflect ايه بقى؟ زي ما قلت لك reflect وبعديه اسم الاكسس ليست او الريفلكسيف اكسس ليست اللي هو هيكريتها، اللي قلت لك هنا في المثال اللي اسمها ايه؟ اسمها allow reply. يبقى انا لما اجي هنا اقول له ايه؟ اقول له allow reply، تمام كده؟ ماشي؟ طيب فاضل ايه؟ فاضل ان انا اكريت الاكسس ليست اللي هي الثانيه اللي هي هتستقبل الكونكشن من بره، اللي هي المفروض ان هي هتبلوك اصلا اي اكسترنال كونكشن بادئ من بره، اللي هي ايه، اللي هي مسمينها الديناي، ديناي ان. تعالى كده بنطبقها هنا اكزيت دي، اقول له اي بي اكسس ليست برضو اكستندد، واسميها ايه، اسميها ديناي ان. خلاص الكونديشنز بتاعتها ايه؟ انا زي ما قلت لك هنا الاكسس ليست دي انا هسيبها فاضيه، وطالما سبتها فاضيه يبقى باي ديفولت في حاجه اسمها ديناي اني، بس انا هقول لها، هقول الاكسس ليست دي تستخدم ايه؟ تستخدم الكونديشنز الموجوده في اكسس ليست اسمها الاو ريبلاي ان كانت موجوده، تمام كده. يبقى انا هقول له ايه؟ ازاي افهمه الكلام ده، او ازاي افهمها الكلام ده الاكسس ليست دي؟ اقول له ايفالويت الاو، هنا بقى خلي بالك عشان ما تغلطش، allow reply. خلاص كده، كده كده ايه، كده انا تقريبا خلصت. باقي ان انا بس الينك الاكسس ليستس دي ودي على الانترفيس ده، هلينك دي اوت عشان يقلو الترافيك اللي خارج من الراوتر، ولينك دي انا لينكها ايه، لينكها ان، تمام. دي مش عاملاها لينك لانها، لان الكونديشنز بتاعتها ان كانت موجوده هتستخدم على طريق الاكسس ليست اللي هي مين، اللي هي الديناي ان دي. خلاص كده، طيب شوف بس اهو،
هقول له ايه، هخش بقى الانترفيس اللي هو ايه، هو فاس ايثرنت 1.0. ماشي، واقول له اي بي اكسس جروب اللي هي بقى ايه allow اوت، هطبقها على ايه، على الاوت. ماشي، واقول له اي بي اكسس جروب برضو اللي اسمها deny in، هطبقها فين، على الان. خلاص، طيب اعمل لي بقى كده show access list. show access list عندي طبعا الريفلكس فهي اسمها allow reply زي ما قلنا، ودي ايه، دي فاضيه لسه، ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي conditions. طيب تعالى بقى من تست كده، خلي بقى الجهاز ده، هنقول بقى الوقت من الجهاز اللي هو الداخلي ده، هنخليه مثلا يحاول يفتح اتش تي بي كونكشن مع الايه، مع السيرفر ده، ونشوف الراوتر هيعمل ايه. طيب تعالى كده الجهاز الانترنال، نفتح الفايرفوكس مثلا او الانترنت اكسبلورر، دي له اي بي السيرفر الثاني، اقول له 20.0.0.2، مش كده الاي بي بتاعه، 20.0.0.2. فتح السيرفر اهو. طيب تعال بقى نشوف الراوتر عمل ايه. شفت الراوتر عمل ايه؟ جه في الريفلكسيف اكسس ليست اللي هي اسمها اللو ريبلاي، خلي بالك بقى من الاتجاهات، عمل ايه، عمل بيرمتر تي سي بي. شوف الاتجاهات جاي منين، ده جاي من 20 على بورت 80 اللي هو الدبليو دبليو دبليو، رايح فين، رايح للهوست اللي هو 10.0.0.2 على بورت كام، على السورس بورت اللي هو احنا هنا في المثال عاملينه كام، عاملينه 2000، هو هنا في الحقيقي وطالع على كام، طالع على 1044. خلاص، طبعا تلاحظ ان هي تايمد اكسس ليست، يعني 291 ديك لو عملت تاني، لو عملت الكومنت تاني هتلاقيها ما عادش 291، لان مع الوقت بتتمسح. خلاص هتلاقي، شوف بقت كام، بقت 248. لو استنيت كمان ثواني هتلاقي الايه، هتلاقي العداد ده عمال ينزل، هيبقى 242. خلاص، طيب يبقى انا كده عملت ايه، قدرت ان انا اوصل الكلاينت. طب بص تعالى كده كمان، هفتح الراجل ده من هنا واقول له سي ام دي، بص دي، اقول له بينج 20.0.0.2، هيجيني ريبلاي، جالي ريبلاي من 20.0.0.2. يا ترى الراوتر زاد عليه حاجه؟ شايف دي عمل بيرميت، ده فين، ده في الالاو ريبلاي، عمل بيرميت للاي سي ام بي اللي جاي من الهوست 20.0.0.2، رايح لفين، رايح للهوست 10.0.0.2. خلاص، البروتوكول ايه، البروتوكول اي سي ام بي. طبعا العداد بتاع ده عمال ايه، بيعمل يقل اهو. خلاص كده، طيب يبقى انا هنا قدرت استفيد من خاصيه الريفلكسيف اكسس كنترول ليست، ان انا اخلي بورتات معينه تتفتح في وقت معين والمده معينه عن طريق اكسس ليست بتتكري دايناميكالي، طبعا غير الاستابليش، انت عارف الاستابليش زي ما قلنا بتشتغل مع التي سي بي بس. خلاص، طيب يبقى احنا كده شفنا موضوع الايه، موضوع الريفلكسيف اكسس كنترول ليست. ونراجع تاني بسرعه، نقول ان الريفلكسيف اكسس كنترول ليست، ماشي، بخلي لو كلاينت عندي عاوز يكونكت على اكسترنال سيرفر مثلا، والسيرفر ده عايز يجيب ريبلاي، والاكسس ليست اللي هنا عامله ايه، عم هتعمل بلوك للريبلاي ده، لان ما عندهاش طبعا الاكسس ليست دي الان، ان يعني داخله جوه الراوتر، انما هنا دي الاوت اللي خارجه من الراوتر، بتقلله طبعا الترافيك اللي جاي من الكلاينت طالع بره، لكن الاكسس ليست الان بتعمل بلوك، يعني الراجل ده لما يجي يعمل ريبلاي الراوتر هنا هيعمل له ايه، هيعمل له بلوك. انا عاوز الراوتر يقلاو الترافيك اللي هو الريبلاي اللي راجع لده، هعمل ايه، هاجي هنا وانا بكريت الاكسس ليست اللي هي زي ما قلنا هنا في المثال الاو اوت اللي بتقلاو الترافيك انه يطلع بره، هقول للراوتر وانا بكريتها هقول له الاكسس ليست دي ريفلكسيف. يعني ايه ريفلكسيف؟ يعني انت مجرد ما اي كونكشن يماتش الاكسس ليست دي، اوتوماتيكالي دايناميكالي هتكريت اكسس ليست ثانيه نيمد اكسس ليست اسمها الاو ريبلاي، وتعمل بيرميت
مع عكس الايه، مع عكس البورتات وعكس الايبهات خلاص، واخلي الديناي ان او الاكسس ليست اللي هي ان اللي هي بتستقبل الترافيك اللي جاي من بره، اعرفها انها تشاور ايه، تستخدم الكونديشنز الموجوده في الاكسس ليست دي عن طريق امر ايه، عن طريق امر ايفالويت زي ما شفنا خلاص. وزي ما قلت لك الاكسس ليست دي بتتعمل لفتره معينه وبعد كده بتتمسح تاني. يبقى انا كده قدرت ان انا امن الكونكشنز بتاعي بتاع الكلاينتس اللي من جوه خارج لبره. ما تقوليش بقى ده فيه الزون بيز والكلام ده، لان الكلام ده مقرر عليك، المفروض انك انت ايه تعرف كل الكلام ده، تعرف الاستابليشد اكسس كنترول ليست، وتعرف الريفلكسيف، وتعرف الزون بيز. طبعا في الزون بيز الموضوع ميسر عن كده بكتير، ان طبعا هنا بقى في الزون بيز ده هيكون موضوع تاني، لان الراوتر هنقسم له الدنيا لايه، لزونز. طبعا ده مش موضوعنا دلوقتي، هيكون موضوع ايه اسهل من كده. طيب ارجو يكون فكره موضوع الريفلكسيف اكسس كنترول ليست وصلت، و اعتقد كده كده خلاص. شفت الاكسس ليست الثانيه اللي هي اللي هي كانت البرميت تي سي بي، خلاص خلصت التايم بتاعها، خلصت واتمسحت منين، اتمسحت من الالو ريبلاي اهي، ما عادش فيها غير بتاع الايه، غير بتاع الاي سي ام بي. حتى التايم ليفت بتاعها كام، 114 ثانيه. طبعا التايم ده انا ممكن اظبطه اثناء ما انا اكون بعمل ايه، بعمل الاكسس الاولانيه، ممكن احدد له الاكسس اللي هي الديناميك دي، اللي هي الديناميك ال دي دي بتقعد كام ثانيه بالظبط. لو شفت العداد بتاعها هتلاقي ان هو ايه عمال يقل، او 83 ثانيه، كمان شويه مش هتلاقيه، مش هتلاقيه خالص خلاص. ومع كونكشن جديد يبتدي يتعمل كونديشن جديده، وتقلوا الايه، تقلوا الريبلاي، الريبلاي ترافيك خلاص كده. يبقى كده اتعرفنا على موضوع الايه، على موضوع الريفلكسيف اكسس كنترول ليست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.